بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أبناء وبنات الطلاب في مادة المنشآت المعدنية. معكم النهاردة الدكتور محمود طلبة نوار. إن شاء الله هنحاول نكمل الوصلات. دكتور حسن معالي كان خلص الجزء الخاص ب الفولتد كونكشن، الأوردينري فولتد كونكشن. النهاردة إن شاء الله إحنا هنتكلم مع بعض عن الويلدد كونكشن، وصلات اللحام. إن شاء الله لازم في البداية كده نشكر الدكتور إيهاب بغدادي، الأستاذ الدكتور إيهاب بغدادي مطر، على جهده الكبير في عمل الداتا شو اللي أنا هعرضه النهاردة معاكم أو أشرحه لكم النهاردة. معظم الشرائح ومعظم الماتيريال الدكتور إيهاب هو اللي حضرها. هنبتدي كده مع بعض إن شاء الله نشوف إيه موضوع اللحام ده. طبعا في جزء كبير من المراجع اللي احنا مستخدمينها أو الدكتور إيهاب مستخدمها هنا لازم نشكر السورسز ديت، وزي الـ AICC Digital Library وبعض الليكتشر نوتس اللي موجودة على النت اللي هي الـ DEP والAISC Connection Teaching Toolkit وبعض الصور الشخصية للدكتور إيهاب قام بتصويرها سواء في ألمانيا أو هولندا أو مصر في أماكن تانية كتير. ده تاني، هو زي ما قلت لك ده شكل مين، ده شكل الإلكترود، وده إيه، وده الكفر او الكوتينج اللي عليه اللي قلنا بيبقى مهم جدا له استخدامات كتيرة جدا، من اهمها ان هو بيطلق لي الشيلد جاس ده اللي بيحمي لي اللحام من الاكسدة وبيحميه لي من الاتربة وبيساعد عملية اللحام تحت انها تظهر او تطلع على الوجه الاكمل. ده مكنة اللحام اهيت، وده الالكترود الخاص اللي هو بيتبقى الكيبل اللي خاص بيه الالكترود اللي عندي، وده القوس الكهربي، وده ايه، دي المادة اللي انا بنحمها اللي هي البيز ميتال. زي ما قلت قبل كده معظم عمليات التسخين او اللي بتتم دلوقتي بنستخدم فيها الحاجة اسمها الالكتريك ارك اللي هو القوس الكهربي، طاقة القوس الكهربي از الهيت سورس عندنا. ماشي، لو جينا بصينا كده مع بعض ان نتيجة وجود الويلدنج ماشين والدايرة اللي قدام ديت بتولد حرارة عالية جدا، الحرارة العالية جدا ديت بتسبب لي ايه، او ايه اللي بتقوم بعملية ايه، اللحام. والالكترود اللي عندي ده بيبقى وظيفته ان هو بيشتغل مع ايه، بيشتغل معايا كفيلر بيربط بين التو بليتس اللي انا بلحمهم او بين الاجزاء اللي انا عايز ايه الحمها ان شاء الله. لو جينا بصينا بعد كده في الشريحة بعد كده نبص ايه ده، ده الستراكشرال ويلدنج كود، من اهم الاكواد لو انا عايز ابتدي اتعمق وابتدي ادرس واشوف الموضوع بدقة اكتر، اللي هو الكود الامريكي الخاص باللحام. ده من اهم الاكواد الخاصة بعملية اللحام اللي هو الامريكان ويلدنج سوسايتي الـ AWS. لو انا عايز بقى ابتدي اشوف كل القوانين انواع اللحام اشوف الموضوع بقى بجد عن قرب شوية لازم ابتدي ارجع لمين، للمراجع ده. يا جماعة هو من اهم المراجع ان لم يكن اهمها على الاطلاق الخاصة بعملية اللحام والجايدز بتاعتها والشروط والكونديشن الخاصة بمين، الخاصة بعملية اللحام. ايه بقى انواع اللحام؟ نبص كده مع بعض الويلدنج procedure types. أول نوع اللي هو shielded metal arc welding، shielded metal arc welding اللي هو SMAW. تاني نوع عندنا submerged arc welding SAW، والgas metal arc welding GMAW، والflux cooled arc welding FCAW. طبعاً مش هنتسأل في النقطة ديت أو في الحاجات ديت، بس لازم يكون عندنا دراية بأشكال اللحام وأنواع اللحام. وطبعا أنت كديزاينر أنت بتصمم اللحام، بس أنت ممكن
لو انت واقف في شوب او في مصنع ممكن تتعرض للحاجات ديت، فلازم يبقى عندك دراية بيها. لو بصينا كده على اول نوع عندنا من انواع اللحام اللي هو ايه، اللي هو ال SMAW welding، اللي هو زي ما قلنا قبل كده ايه، اللي هو Shielded Metal Arc Welding. الشيلد ميتال ارك ويلدنج اللي هو ال SMAW، ماشي. زي ما قلنا قبل كده ممكن بنسميه اللي هو المانيوال او الستيك او الهاند ويلدنج. ليه بقى بنسميه الستيك او المانيوال؟ لان انا بستعمل فيه زي ما احنا شايفين كده بصينا او شوفنا قبل كده في الصورة السابقة، اللي انا بستخدم فيه الالكترود ده، الالكترود بتاعي اهوت بتوصل بالدائرة الكهربية بتاعتي بالمكنة، وهو ده بينتج هنا عندي في المنطقة ديت القوس الكهربي اللي بيسبب درجة حرارة عالية جدا، بتسبب في حاجتين ايه هما، في انصهار الالكترود اللي عندي وتسخين البيز ميتال، وابتدي الفيلر ده عندي يبتدي اول ما يحصل سوليديفيكيشن يبتدي يحصل تسلط، يحصل عملية كولينج، يلزقوا مع بعض ويصبحوا جسم واحد. زي ما قلت لك قبل كده دايما الالكترود اللي عندي بيبقى متغطى بكوتينج عشان يطلع ليا الجازيوس شيلد، عشان كده زي ما قلنا ايه شيلدد ميتال ارك ويلدنج. الكلمه ديت اللي هو الغاز اللي بيطلع ده بتعمل كواقي او كدرع بيحمي لي اللحام من عمليه الاكسده، بيضيف لي بعض المواد، بيتحكم في التركيب بتاع برضه عمليه اللحام والمنطقه ديت، بيساعد في وجود الخبث اللي عندي او السلاج اللي عندي بيبقى موجود على سطح اللحام بعد كده، اللي هو بيحمي لي اللحام بعد كده. طبعا السلاج له فوائد مهمة من ضمنها برضو بيخلي يأخر لي عملية التبريد بحيث ما يحصلش عندي مشكلة في موضوع الكولينج او ترتب عليه كراكس في منطقة اللحام دي. يبقى الالكترود قلنا ان هو ايه، اللي هو فيلر ميتال covered with coating زي ما قلنا قبل كده. طبعا الكوتينج زي ما قلنا ايه الميزه بتاعته بقى، هو بيعمل ايه، بيقولنا اللي هو بيطلع لي جاز شيلد. جاز شيلد ده اللي عشان كده بنسميه ايه النوع ده من انواع اللحام الشيلدد ميتال ارك ويلدنج. بيعمل لي ايه، بيعمل لي بيمنع لي وجود وصول الشوائب اللي في الجو لمين، للحام، وبيمنع لي عمليه الاكسده للحام، وبيحتوي على الفلوكس اللي هو بيساعد او بيسرع عملية اللحام وبيسهل اللي هي موضوع اللحام لمين، الالكترود. كمان المادة ديت هي مادة بتساعد عندي في موضوع اللحام، بتسرع لي موضوع اللحام وبتحسن لي خواص مين، خواص اللحام اللي هو بعد ما يسيح او بعد ما ينصهر بتعمل لي ليه تنقية ايه، وبتساعدني ان اللحام بتاعي يكون. تاني نوع من انواع اللحام اللي هو ال SAW welding اللي انا قلت اللي هو ايه بقى، اللي هو submerged arc welding، ماشي. ده لازم في الغالب يتعمل اوتوماتيك او سيم اوتوماتيك. ليه؟ لان ده احنا قلنا شفنا اهميه الفلوكس، شفنا اهميه البودره اللي بتتحط على اللحام اللي بتساعدني في حمايه اللحام وبتظبط عندي اللحام وبتنقي معايا اللحام. الفلوكس ده بيبقى عندي هنا زي ما احنا شفنا هنا كده، في عندي بعمل ابتدي اغذي المكنه لازم تمشي بريت عشان يبتدي يحط لي الفلكس الاول، وبعد كده الالكترود بتاعي بيبقى هنا بقى ايه، بيبقى سبمرجد مش باين، مش مكان اللحام مش باين ليه نتيجه وجود الفلكس اللي موجود عندي ده. هو نفس الحكايه، ابتدي يحصل عندي ايه، ابتدي الحم، يبتدي يحصل انصهار للفيلر، انصهار للبيز ميتال، وبعد كده بيبقى يظهر على الوش عندي ايه السلاج. السلاج اللي هو جاي منين، جاي من الفلوكس، جزء منه جاي من الفلوكس. السلاج ده مهم، مهم جدا لعملية اللحام، بيحمي لي اللحام، بيطلع على وش اللحام اللي هو الخبث اللي بيطلع على وش اللحام اللي عندي، ماشي. ده دايما طبعا هنشوف بعد كده ايه اوضاع اللحام. دايما ده ما ينفعش نستخدمه لو اللحام مقلوب، يعني ايه لو انا بلحم حاجه وهي فوق وانا طالع بالمكنه من تحت كده، ما ينفعش طبعا عشان الفلكس ده تيك تيك جرافيتي هيقع. فدايما ده بنستخدمه في انا وضع في اللحام يا جماعه، في الفلات اور الهوريزونتال بوزيشن. من اهم انواع اللحام اللي عندنا النوع ده
بنستخدموش الا في الاوضاع ديت بس. ماشي، نبتدي نبص بعد كده اللي هو الجي ام اي دبليو ويلدنج، اللي هو الجهاز ميتال ارك ويلدنج. جهاز ميتال ارك ويلدنج ماشي، طبعا ده من ضمن المزايا بتاعته ان هو فاست وايكونوميكال. نفس الحكايه، بيبقى عندي هنا الواير او الالكترود، بقى مش الكترود بقى انا ماسكه، لا ده بيحصل فيه، ده عندي بيبقى فيه مكنه فيها السلك ده وبيمشي يسيح ويدخل على طول، فده بتبقى سريعه جدا، نوع اللحام ده بيبقى سريع قوي. نفس الحكايه طبعا، بما ان ده سلك مش هينفع احط عليه الكوتينج، فطب اعمل ايه في الجاز؟ ابتدي اعمل هنا اعمل تدفق للجاز عندي، اللي هو الشيلد بتاع الجاز، عشان يعمل ايه؟ يحمي لي اللحام، ويحمي لي اللحام من الاكسده، ويحمي لي اللحام من الامبيورتيز، من الشوائب اللي موجوده فين، اللي موجوده عندنا فين، اللي موجوده عندنا في الجو. خلاص، يبقى ده زي ما قلنا ده من اسرع الانواع ومن افضلها ومن اكثرها اقتصاديه. ده بنستخدم اي نوع بقى لحام، يعني سواء هوريزونتال او اوفر هيد، يعني لحام مقلوب، لحام افقي عدل راسي، ده بيستخدمه في جميع انواع ايه اللحام اللي عندي. ماشي، نبتدي نبص بعد كده ايه النوع الرابع معانا، اللي هو الاف اف سي اي دبليو، اللي هو الفلكس كورد ارك ويلدنج. نفس الحكايه، ده العكس بتاع بقى الاولاني. كان الاولاني ايه؟ عندي الالكترود جوه وعليه ايه، وعليه الكوتينج اللي هو حاجه زي الفلكس من بره. هنا بقى ده العكس، انا عندي الالكترود هو التيوب الخارجيه هي كده، لو بصينا مع بعض في الصوره ديت، ده التيوب اهو، ده الالكترود بتاع اللي هيسيح اللي اشتغل معاك كفيلر. وفين الفلكس؟ الفلكس ايه جواه؟ طيب والغاز اللي عندي، بطمن ان انا عندي برضو غاز جاي لي منين؟ جاي لي من بره عشان يحمي لي ايه اللحام. طبعا كل ما كان في عندي فلوكس، كل ما كان ايه اتولد عندي سلاج كفرنج، عشان تحمي لي مين؟ تحمي لي اللحام بتاعي، وتساعد على تخزين الخواص بتاعته. يبقى كده لو بصينا مع بعض، الفلوكس كورد ارك ويلدنج زي النوع اللي فات قبل كده، بس ده ايه افضل شويه، ده ايه ممكن نتحكم فيه سنه هناك، ده ممكن نستخدمه في اي نوع بقى من انواع اللحام، اي وضعيه من وضعيات اللحام. التاني كان لازم في الفلات بس. ماشي، زي ما قلنا ده الفلكس بقى بيبقى فين؟ بيبقى في الكور، في السنتر كور بتاع مين؟ بتاع ايه؟ الالكترود بتاعنا. ماشي، نبص بعد كده، ده شكل ماكينات اللحام اللي عندنا. لو بصينا كده على ايدنا الشمال، ديت المكنه الخاصه بيه بالفلكس كورد ارك ويلدنج اللي احنا شفناها قبل كده، اللي هو اخر نوع عندنا، وديت المكنه بتاعت مين؟ اللي هو من اشهر انواع اللحام اللي مشهور ودايما اللي انت بتشوفه بره بقى، اللي هو الشيلد ميتال ارك ويلدنج. ده ايه؟ ده الالكترود، وده المكنه بتاعتنا بقى، بنبتدي نمسك الالكترود في الناحيه، والناحيه الثانيه نحط نوصلها بايه؟ بالبيز ميتال، عشان يبقى ايه الارض بتاعنا، وده الدايره الكهربائيه اللي هي تولد له القوس الكهربي وتولد له درجه الحراره ايه العاليه جدا. ماشي، طبعا وانا بعمل اللحام لازم، طبعا ده مش هنشوفه لما نبتدي بقى ندخل مصنع ونبتدي نشوف موضوع اللحام نفسه او عمليه اللحام. ما ينفعش اجي امسك حاجه كده وابتدي الحمها، امال اعمل ايه؟ لازم الاول اثبتها ببنطتين لحام وابتدي بعد كده، بعد ما اتاكد ان هي موجوده في الوضع الصح، ابتدي الحم. لان لو ماسكها بايدي وبدا الحم، ممكن ايه؟ ممكن تبتدي ايه تتحرك مني، يبقى لازم اتاكد ان الوضعيه بتاعتها كويس وابتدي الحم. او لو انا عندي هنا، تخيل ان ده ويب مثلا بتاع اي بيم، وده فلانجه مثلا، او ده بليت وده بليت وطوال قوي، عايز الحمه، ممكن اجيب هنا ستيفنر او اجيب بليت تاني اضافه والحمه الاول، عشان اتاكد منين؟ اتاكد من الزاويه القايمه هنا. اذا انا عندي بيبقى في شويه ترمينولوجي، في شويه تجهيزات، عشان ايه؟ عشان ابتدي انفذ اللحم بتاعي. ده الخبره بتاعت الموضوع ده، هتاخدها لو نشوفها فين، لو بدانا نشوف الموضوع ده في المصنع، وانت بدات تشتغل في الموضوع ده، مش موضوع الديزاين بس. يبقى زي ما احنا شايفين كده، ابتدي احط temporary weld used to hold parts in place where more extensive final welds are made. يعني ببتدي اثبته كده في الاول لحد ما اكمل ايه بعد كده موضوع اللحام بتاعي. ممكن بعد كده نفس الحكايه، لو انا عندي لحام ممتد او continuous weld،
نفس الحكاية، ابتدي ايه، ممكن ابتدي احط بنط لحام وابتدي ايه اكمل اللحام بعد كده، او احط حاجات مساعدة ليا زي ستيفنر او بليتس تطمن ان الاجزاء بتاعتي اللي هتتلحم متثبتة ايه كويس. او ممكن ابتدي اعمل ستيتش ويلد زي حاجة زي كده، ايه مش شرط اللحام، ممكن يبقى اللحام كونتينوس، او ممكن اللحام بتاعي يبقى ايه، يبقى عبارة عن اجزاء متقطعة زي الشكل اللي احنا شايفينه زي ما انت شايفه كده. يعني ايه اللحام بتاعي مش شرط يبقى مستمر، ممكن تبقى الفرصة اللي عندي مش عالية قوي او مش عايز لحام كتير، فابتدي اعمل ايه، ابتدي اعمله على اجزاء متقطعة زي ما احنا ايه شايفين في الجزء ده كده. ماشي. بعد كده في عندنا حاجة مهمة جدا، الويلدابيلتي اللي هي القابلية للحام. ازاي اختار المادة اللي هتقبل لحام؟ طبعا اكيد المادة اللي هتقبل لحام او سهولة اللحام او اللحام يبقى سهل اللي انا اعمله من غير ما يحصل فيها مشاكل، من غير ما يحصل فيها كراك، من غير ما يبقى شكلها وحش، المادة ديت اكيد ايه، اكيد طبعا لو احنا بنبص على ميتال او بنبص على معدن اللي انا هلحمه، اكيد المعدن ده ايه، اكيد في نسبة الكربون ايه قليلة، اكيد في نسبة المواد اللي بتصعب لي موضوع اللحام قليلة. خلاص، يبقى لازم قبل ما الحم مادة اشوف ايه الولدابيلتي بتاعتها، إيه هل هي الولدابيلتي بتاعتها عالية، القابلية بتاعتها للحام عالية ولا قليلة. طبعا انا عندي في المواصفة بتاعتي او في المواصفات بيقول لي بقى، يعني لازم ايه، مش السترينث بتاعها كام عشان اشوف هتتلحم ولا ما تتلحمش، لا اللي مش يهمني السترينث بتاعها او الليمتس بتاعتها بتاعت السبيسيفيكيشن بتاعتها، اللي يهمني الكيميكال اللي موجوده جواها، التركيب الكيميائي بتاعها يا ترى ايه بقى. نبتدي نبص كده، لو بصينا مع بعض يعني ايه ده، بنسبه الكربون في الوزن رينج ده يبقى الموضوع الولدابيلتي بتاعتي كويسه. طب لو زادت وصلت لرقم زي ده 0.35%، لا لازم ابتدي عايز اخلي بالي وانا بلحم بقى شويه، عايزين سبيشال كير وانا بعمل موضوع اللحام. طب لو نسبه المنجنيز المنجنيز عندي في النسبه ديت مفيش مشكله، طب لو وصلت لكده لا عايز سبيشال كير، السيليكون السلفر، كل الحاجات دي كلها لو احنا بصينا عليها دي النسب بتاعتي اللي تخلي لي موضوع الولدبيلتي سهله، موضوع اللحام او عمليه اللحام سهله في البيز ميت الماده اللي انا بلحمها. لو النسب دي زادت عن كده لازم اخلي بالي وانا بعمل عمليه اللحام بتاعتي. طيب نشوف حاجه كمان مهمه، ايه الويلدنج بوزيشنز، ايه الويلدنج بوزيشنز اللي عندنا، اوضاع اللحام. طب انا بلحم تو بليتس مع بعض، ممكن يكون التو بليتس ده افضل وضع عندي، اللي التو بليتس كده افقيين وانا عايز الحم هنا كده اللي هو الفلات بوزيشن، ده سهل جدا وممكن استخدم فيه اي نوع من انواع اللحام الاربعه اللي احنا ذكرناهم قبل كده. طيب العكس بتاعه او النقيض بتاعه حاجه عندي مثلا في السقف، او طبعا طبعا لو احنا بنشتغل في الشوب، لما نبص هنا كده مع بعض، لو انا شغال في الشوب، لو انا شغال في المصنع، اكيد اي حاجه ممكن اعدلها واخليها بالسطح ده بالشكل ده والحمها. طب لو انا بقى في الموقع في الفيلد وحاجه لازم تتلحم في الفيلد في الموقع وهي جايه بالشكل ده، لا لازم نستخدم انواع اللحام او مكن اللحام اللي ينفع في الشكل ده. مثلا في زي ده ما ينفعش سبمرجد ويلدنج اللي انا بستخدم فيه فلوكس بودره سائل موجوده عندي بحطه وببقى عندي الالكترود سبمرجد فيه، ما ينفعش النوع ده في الحاله ديت في انواع اللحام. طبعا عندي الفيرتيكال بوزيشن والهوريزونتال بوزيشن في الشكل ده، لو بصينا هنا كل حاجه واضحه معايا، ده اللحام الرأس ده اسمه ايه فيرتيكال بوزيشن او الفيرتيكال ويل، ده ايه ده الهوريزونتال، ده ايه ده كده، نبص كده مع بعض ده الفلات. خلاص، ده ايه بقى اللي مقلوب، ده اللي صعب معانا في اللحام، ده ايه الاوفر هيد ويل. يبقى انا عندي الاوفر هيد ويل الهوريزونتال بوزيشن وده الفيرتيكال بوزيشن وده ايه الفلات ويل. طبعا لازم نخلي بالنا بقى مع بعض ان في النوع اللي هو الاوفر هيد ويلد ما ينفعش استخدم الكترود الدايمتر بتاعه كبير، ليه؟ هينزل لي كميه لحام كبيره. طب وايه المشكله لما تنزل كميه لحام كبيره؟ نتيجه الجرافيتي، نتيجه الجاذبيه هتقع، مش هتلزق بسرعه، مش هتتثبت معايا بسرعه. فلازم نخلي بالنا ان انا في النوع ده معين عندي بعض الليميتس، او سواء ماكينه اللحام اللي هستخدمها، سواء نوع اللحام اللي هستخدمه، او لو انا هستخدم الالكترود مثلا لازم الدايمتر بتاعه زي ما احنا شايفين كده يكون 5 مللي او اقل، ما ينفعش يزيد عن كده.
ماشي، يبقى ديت ايه جميع الاوضاع البوزيشنز بتاعت مين؟ البوزيشنز بتاعت اللحام. يبقى دي الويلدنج بوزيشنز بتاعت اللحام زي ما قلنا تاني كده، اللي هو الهوريزونتال والفيرتيكال والفلات، وعندي هنا ايه الاوفر هيد بوزيشن. بص كده مع بعض بقى، وديت من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نتسأل فيها في الامتحان كسؤال نظري مثلا. ايه المزايا بقى، الادفانتيجز اوف الويلدد كونكشن؟ ايه مزايا اللحام عن البولتد كونكشن؟ ايه مزايا الويلدد عن البولتد؟ يا ترى نفكر كده مع بعض، يا ترى ايه الميزه بتاعت اللحام عن استخدام اللحام عن استخدام المسامير عندنا؟ اول حاجه مهمه عندنا جدا ايه هي؟ ان انا في حاله اللحام ما بستخدمش بولتس، فبالتالي مش هعمل درايفنج للهولز، مش هعمل درايفنج، مش هفتح الهولز اللي عندي او فتحات عندي في الماتيريال او في البيز ميتال. فالسكشن بتاعي هيبقى كله الجروس سكشن بتاعي كله شغال. معناه ايه؟ معناه ال 15% اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الديزاين بتاع التنشن مش موجودين. معناها اللي احنا بنتكلم ان انا القطاع بتاعي بدل ما كنت بطرح منه 15% او اكتر في حالة لو انا عندي صفين او ثلاثة من المسامير، لا دلوقتي انا هعمل ايه؟ دلوقتي انا القطاع بتاعي كله شغال معايا. معناها اللي انا هعمل ايه في القطاع المنبر؟ هستخدم less member weight، يعني منبر صغير هيقدر يشيل الاجهادات اللي كان المنبر الاكبر منه شايلها بوجود ايه؟ فتحات جواه. طيب نقطة مهمة كمان تانية، لو أنا عايز أعمل rigid connection، طبعا وجود المسامير مهما يكون عددها برضو موجود عندنا مش هتبقى rigid بالشكل الكافي عن لو أنا استخدمت إيه اللحام. ماشي، طبعا لو في عندي بقى repair حاجة موجودة وأنا عايز أعمل لها بقى معالجة، مش هاجي بمكان وأعمل drilling وأبتدي أفتح فتحات مسامير وأبتدي أصلحها، لا اللحام هيبقى يا جماعة هيبقى أسهل بكتير. طبعا في حاجة كمان بقى، الشكل الجمالي في النهاية، أنا مش مفتح ومش طالع عندي رأس المسمار ولا الصامولة ولا الوشر اللي عندي، لا ده أنا ممكن أخلي السطح فلات وأسويه كويس، فالفينش النهائي باستخدام اللحام يا جماعة أو الأبيرنس بتاع اللحام بيبقى أفضل عندي في الآخر. خلاص، حاجة كمان عندنا مهمة اللي انا ما ب... لو انا عندي زي الوصلات مثلا السبلايس في السبلايس بليت والحاجات دي كلها، او لو انا عايز اعمل سبلايس بين كاميرا بين وبليت، لو انا بستخدم اللحام مش هعوز الانجلز الكونكتنج انجل، انا ممكن الحم على طول البيم في البليت، فمعناها اللي احنا عملنا ايه كمان؟ ده احنا مش موضوع مسامير، ده احنا وفرنا كمان منبر اضافي، كنا بنحط منبر بيساعدني في الوصله، او عشان اعمل الوصله ده او النوع ده من انواع الوصلات. يبقى احنا وفرنا الفتحات، وفرنا المسامير، ووفرنا كونكتنج انجلز او كونكتنج منبرز كنا بنستخدمها. يبقى احنا ايه ديت المزايا او الادفانتيج بتاعت مين؟ بتاعت اللحام عن البولت. طب ايه العيوب بقى؟ هل هو كله مزايا؟ هل هو كل الحاجات اللي في اللحام مزايا؟ لا، له عيوب. ايه هي؟ اللحام سواء اوفر هيد او فلات او فيرتيكال او اي نوع من انواع اللحام اللي عندي بقى، الاربع انواع اللحام او الاربع اوضاع اللي عندنا، لازم عايز عامل ماهر سكيلد ليبر. ليه؟ الموضوع مش سهل، انا عايز تخانه لحام معينه، لحام معينه عايز اللحام بتاعي يظهر كويس، ما يبقاش فيه تقطع، ما يبقاش فيه فراغات هواء، الحاجات دي كلها عايز اعمل كويس. ماشي، طيب طبعا المسمار بعد ما ركبته هل في مجال نختبره؟ لا، هو مسمار ومربوط وانا متاكد ان هو مربوط. طب اللحام؟ لا، ممكن يبقى فيه مشكله، ممكن يبقى فيه هواء جوه، ممكن ما يبقاش كويس، ممكن يبقى فيه عيوب. طبعا الحاجات دي كلها نرجع لكود اللحام. طبعا عندي شروط استلام بقى اللحام، ازاي استلم اللحام وازاي اختبر اللحام اللي عندي، الحاجات دي كلها مش سهله، الحاجات دي كلها بتتكلف. لو انا عايز اطلع كواليتي عالي اللحام بالذات لو انا بشتغل في منشآت حساسة، ماشي، المنشآت البترولية أو السبمارينز أو الحاجات اللي هي ما ينفعش يبقى فيها غلطة فين في موضوع اللحام.
طيب مشكلة كمان من مشاكل اللحام ايه هي؟ لما انا بسخن الميتال وبعد كده بعمل له عملية تبريد، خلاص ده ممكن يحصل يعمل ايه؟ ممكن يعمل لي تورشن او ديستورشن في الماتيريال اللي عندي. يبقى انا ممكن المنشأ بتاعي ممكن يحصل له جيت وورد at the welded surface، ويسبب لي ايه؟ يبتدي يلف معايا كده ويسبب لي تورشن ديستورشن في الشكل بتاعي. ده عايز عناية بقى معينة، وله طريقة يعني الحم الناحية اليمين او الشمال، او ابتدي اعمل ستاجرد ويلدنج، ابتدي احط حاجات تانية تثبت لي، اربط كويس الماتيريال بتاعتي عشان اطمن ان الموضوع ده مش هيحصل. هل ده بيحصل من الاساس في موضوع البولتس؟ لا، النوع ده من العيوب مش موجودة عندي لو انا بستخدم وصلات بالمسامير او بالبولتس او اورتينيري او هاي سترينث بولت. ماشي. حاجة كمان، وجود الهيت او الحرارة بيولد لي انترنال ستريسز. ماشي، لازم اكون واخد معتبرها معايا او اخد بالي من الموضوع ده. ماشي. طيب عندي حاجة كمان مهمة جدا طبعا هنتعرض لها ان شاء الله في الكباري، في البريدجز ان شاء الله، اللي هو موضوع الفتيج. لو انا عندي welded metal او welded connection، الفتيج سترينث بتاعها بيبقى اقل منين؟ من الكونكتد باي بولت. وهنشوف مع بعض ان شاء الله بعد كده السنة اللي جاية موضوع البولتد كونكشن، وهناخد نشوف موضوع الفتيج في البولتد والولدد ايه يا جماعة كونكشن. ايه انواع بقى اللحام؟ احنا شفنا اوضاع اللحام، ماكينات اللحام، انواع اللحام من حيث التنفيذ. ماشي. بعد كده ايه بقى التايبس اوف ويلدد كونكشن، اشكال بقى اللحام اللي احنا بنستخدمها، او التايبس انواع اللحام بقى اللي احنا بنستخدمها فين واحنا بنلحم العناصر بتاعتنا. اول حاجه واشهر حاجه وده اللي دايما بنستخدمه مين؟ اللي هو الفليت ويلد، اللي هو اللحام الزاوي. بعد كده عندي البط ويلد او اللي هو الجروف ويلد، اللي هو لحام قورة في قورة او راس في راس. وبعد كده عندي السلوت ويلد، ده في حالات قليلة وحالات معينة، والبلاج ويلد. نبص كده مع بعض، ايه اول حاجة عندنا؟ الفيلت ويلد. ايه الفيلت ويلد ده يا جماعة؟ نبص كده مع بعض. لو انا عندي بليت اهو رأسي وبليت تاني افقي، عايز ابتدي الحمهم مع بعض، ابتدي اجيب الفيلر بتاعي او الالكترود بتاعي او مكنة اللحام بتاعتي، وابتدي احط اللحام هنا اهو كده. في النهاية خلاص بيبقى شكل اللحام عامل بالشكل ده، او بيبقى عندي بين البليت ده والبليت ده في زاوية، يبقى انا بلحم بزاوية، عشان كده سميناه الفيلت ويلد او اللحام الزاوي. خلاص. الزاوية ديت بقى عندي تتراوح، ممكن تبقى زاوية حادة، زاوية قائمة زي احنا شايفين كده، زاوية منفرجة عندي بالشكل ده. طبعا كل وضع من الاشكال ده له طريقه بقى، والكود بيتعامل معاه وبيديني فاكتور هنا نشوفه دلوقتي مع بعض في الديزاين بتاع اللحام بتاعي. يبقى ده اول نوع عندنا من انواع اللحام اللي هو الايه؟ الفيلت ويل. زي ما احنا شايفين كده تو بليتس عمودين على بعض. مثلا هنا ايه ده؟ ايه ده؟ بيلت اب سيكشن، ده الويب ودي فلانجه. يبقى ازاي الحم الويب مع الفلانجه؟ الفيلت ويل ده اهوت اللي عندي في النهايه خالص، برمز له برمز ايه؟ المثلث، او الشكل في النهايه خالص بيبقى شكل المثلث ده. لو انا عايز احط سبلايس او ازود اعمل سترينثنج للفلانجه اللي فوق ده كده، شفنا مع بعض. لو انا عندي بليت زي ده كده، ده براكت وصلت الكرين جيردر. ماشي. ده كده لاب جوينت، بليت فوق بليت، عايز ابتدي الحمه من الناحيه دي والحمه من الناحيه دي. ده كده برضو بليت مع بليت تاني، بس ايه فينا زاويه ايه من 60 ل 120، او عندي زاويه هنا ايه زاويه منفرجه زي ما احنا شايفين كده. نبتدي نبص مع بعض، ده الفيلت ويلد بتاعي اهو، ده هنا بليت وده بليت، وابتدي الحم. طبعا بفترض ان اللحام اللي عندي لا هو مقعر ولا محدب، للتسهيل بفترض ان اللحام بتاعي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن مثلث كده، لو جيت خط كروس سيكشن يظهر لي المثلث اللي انت شايفه ده. طيب يبقى دلوقتي تخيل انا عندي حمل هنا عايز اتنقل البليت ده من البليت ده للبليت اللي تحتي، الحمل هيتنقل ازاي؟ اول حاجه الحمل عايز يمشي من البليت للبليت، يبقى اول حاجه هيمشي منين؟ من خلال اللحام. يبقى البليت الاول هيمشي من خلال اللحام، من خلال الاريا دي اللي هو ده السايز بتاع اللحام، السايز بتاع اللحام، وده كده اللينث بتاع اللحام، الافكتيف ويلد لينث بتاع اللحام. بعد كده الحمل يمشي جوه مين بقى؟ يمشي جوه اللحام.
طب عشان يتنقل للبليت التاني هيتنقل من انهي اريا؟ اللي هي الاريا ديت اللي هي برضه عباره عن مين؟ سايز اوف ويلد، وده عباره عن ايه يا جماعه؟ زي ما قلنا قبل كده ده اللينز او الافكتيف ويلد لينز. طيب الحمل وهو بقى ماشي جوه اللحام، هنا الاس في ال دي الاريا اللي متعرضه للحام، وهنا تحت ايه؟ الاريا اللي متعرضه للحام برضه عباره عن ايه؟ الاس في ال. طب جوه اللحام لو احنا خدنا كده ايه اصغر منطقه او الثروت او الزور بتاع اللحام اللي هو الحته المظلله اللي قدامنا دي، دي اقل اريا واقل مسار عندي، اريا في المسار عندي اللحام بيمشي جواه. يبقى انا لما اجي اصمم اللحام او اقول الاريا بقى الافكتيف اريا اللي اللحام بيشيل من خلالها الفورس، مش الاس دي ولا الاس دي في ال، امال قد ايه يا جماعه؟ اللي هو البعد العمودي ده اللي هو تقريبا كام؟ 0.707 منين من الاس بتاعتي. يبقى انا لما اشتغل على الاريا افكتيف بتاعت اللحام مش هاخد الاس في ال، سواء دي اللي هو الحمل الاول بيتنقل للحام من خلالها، او ولا هاخد الاريا اللي تحت اللي هي الاس في ال اللي تحت. امال هاخد ايه يا جماعه؟ هاخد منطقه الزور ديت اللي هي عباره عن كام؟ زي ما قلنا قبل كده 7 من 10 من الاس بتاعتنا. يبقى هي دي الاريا الشيدد اريا دي او الاريا المظلله ديت، هي الاريا اللي هتعامل معاها ان هي ديت اللي هتعمل ايه؟ هي ديت اللي هتشيل الفورس، وهي تنقل الفورس منين؟ من البليت ده للبليت التاني. ماشي، يبقى نخلي بالنا مع بعض ان احنا لما نيجي نتعامل مع السايز بتاع الويلد او تخانه اللحام مش هنقول اس، ولا هنتعامل بكام يا جماعه؟ 7 من 10 اس. خلي بالك السبعه من عشره ده او الفاكتور ده بيزد على ايه؟ بيزد على الزاويه اللي بين البليت ده وده، لو الزاويه ده 90 درجه فالفاكتور ده اللي عندي كام؟ بناخده بكام؟ ببوينت. طبعا تاني نوع عندنا من انواع اللحام اللي احنا قلنا عليه البوت ويلد او الجروف ويلد، بعمل ايه بقى لو انا عايز بقى تو بليتس، او بنقول عليه عندنا ايه لحام قوره في قوره او راس في راس، يعني بليت اهوت قدام البليت التاني عايز ابتدي الحمهم مع بعض، لازم ابتدي اعمل شويه تجهيزات، عشان كده اللي هو اغلى ده اغلى واصعب شويه منين؟ من اللحام اللي فات. لازم ابتدي اعمل شويه تجهيزات ايه؟ لازم ابتدي اعمل النوتش اللي عندي ديت زي ما انت شايفها كده، وابتدي اعمل عندي الجذر بتاع اللحام وابتدي الحم. طيب او ممكن يكون من غير حاجه خالص، ممكن اعمل سكوير، يعني مش شرط اعمل الشطفه اليمين والشمال، او احط ساعات بحط تحت كده بليت من تحت باك اب بليت عشان اطمن لو انا احط كميه لحام كبيره ان هي مش هتنزل، او زي ما احنا شايفين هنا كده ممكن اعمل نوتش من فوق كده، اعمل في من فوق واعمل ايه في من تحت عندي. طبعا كل نوع من انواع اللحامات ديت على حسب تخانه البليتات اللي انا ايه هستخدمها. ماشي، يبقى على حسب التخانه بتاعت البليت اللي انا هلحمه ببتدي ايه اختار نوع من انواع البوت ويلد اللي عندي اللي انت شايفها دي. ماشي، طبعا اللي فات ده كان عندي فول بنت اشكال اللحام اللي عندي، عندي هنا برضو نبص تاني كده مع بعض فول بنتريشن، ده اوضاع بقى مختلفه اللحام، لو دول بليتين كده، لو ده تي وعندي هنا تو بليتس عايز الحم بسكوير بوت، بنسيب مسافه اهيت، ولازم في الحاله ده تحط ايه باكينج بار. ديت انواع مختلفه عندنا منين؟ من الفول بنتريشن او الايه او البوت ويلد. ماشي، نبتدي نبص تاني كده، ساعات الفورس اللي بتتنقل من خلال البليت ده ما بتبقاش كبيره قوي، يعني ساعات ما بيبقاش في داعي للفول بنتريشن جروف. ماشي، ساعات يعني ممكن اعمل بارشال بنتريشن بتبقى كفايه قوي، لا هو كفايه عليها الايه الجزء الشطفه اللي فوق ديت، هو الحمل مش كبير اللي هيتنقل من هنا لهنا مثلا. ماشي، يبقى ممكن اعمل فول بنتريشن او اعمل ايه يا جماعه، او اعمل بارشال بنتريشن جروف ويلد. ماشي، النوع الثالث بقى والرابع اللي هو السلوت اند بلاج ويلد، زي ما انت شايف كده لو انا عندي وصله زي دي كده عايز الحم هنا اهو، ده ايه؟ دي انجل او بليت عايز الحمه مع قصه بليت، لحمت كده طب مش مكفي، ممكن ابتدي اعمل ايه؟ ممكن ابتدي احط كمان في الهول بتاعتي اعمل بلاج هنا، ابتدي لو خدنا كروس سيكشن هنا ده يظهر لي ده اللي حب ده البلاج ويل. طيب دي لو هول، طب ما انا ممكن في نوع عندي من انواع الفتحات اسمه السلوت، خلاص اللي هي التشانل اللي عندي ديت،
لو انا عايز بقى ازود مساحة اللحام اللي عندي، يبقى انا لو اللحام حوالين الانجل مش مكفي وعايز الحم كمان، او لو ده هيكفي او ده يلحم بحيث ان ما يبقاش عندي لحام في الجزء ده، يبقى ده كده ايه السلوت ويلد، وده ايه ده البلاج ويلد. وهنبص كده في الجدول عندنا مع بعض، طبعا مش هندرس الحاجات ديت كلها مع بعض، بس لو انا تطرقت او عوزت حاجة من الحاجات ديت ايه السبيسيفيكيشن عندي موجودة هنا تحت اهي. ماشي، ديت اشكال اللحام المختلفة. طبعا لو انا عايز بقى اقول بقى اللحام، نبتدي كده نبص مع بعض، ده فيلت ويلد اشاور عليه ازاي، هنشوف الموضوع ده بعد كده. شايف كده المثلث ده، المثلث ده اللي فوق معناه اللحام يمين، طب مثلث اللي تحت ده فيه لحام شمال السايد التاني، طب دخلت اللحام هنا كام؟ 4. يبقى اول ما اشوف مثلث كده يبقى ده فيلت ويلد، واشوف رقم كده عندي ايه بقى ده ايه ده السايز بتاع اللحام. طب ده اول شفت كده ايه خطين كده رأسيين جنب بعض، اعرف ان ده ايه ده بات ويلد. ماشي، طب نوع ده سكوير. طيب لو انا عندي حرف كي يعني عامل ايه، عامل نوتش هنا ونوتش هنا كده، وده رأسي يبقى ده كي، بس ده نوعي ده بات ويلد. طيب هنا نفس الحكاية، لما اشوف كده السبعة المقلوبة دي او التمانية دي تبقى معناها ان ده يا جماعة ده بات ويلد برضو، عبارة عن ايه الفي اليمين والفي الشمال اللي انت شايفها دي. لما اشوف دايرة كده بالشكل اللي قدامك ده معناها ايه؟ معناها ان هنا مفيش طول للحام، امال ايه؟ ده دا داير ميدور اراوند الشكل اللي عندي، اول اراوند يعني ده اي بيم او ده بوكس سيكشن او اي حاجة عايز الحم حواليه كله، بعمل علامة الدايرة دي كده، يبقى ده ويلدنج اول اراوند. ماشي، يبقى نفس الحكاية هنا، ده ايه؟ ده سلوت ويلد، ده ايه ده كده ده فيلت ويلد كام خامته 5 مللي. نبص كده مع بعض، دي كده ايه اشكال اللحام. لما اشوف مثلث يبقى ده ايه، لما اشوف مثلث عندي يبقى ده ايه يا جماعه، زي ما قلنا قبل كده لما نشوف مثلث عندنا يبقى ده معناه اللي ده فيلت ويلد. لما نبص نشوف نلاقي السكوير ده كده، ده عباره عن ايه، ده السكوير ده عبارة عن بات ويلد. الفي واليو أنواع كتير عندي منين؟ من البات ويلد. ماشي، ده شكل اللحام زي ما قلنا قبل كده. وديت ايه أشكال اللحام، الدايرة ديت زي ما قلنا عليها قبل كده ايه ديت اللي هي ايه الويلد اول اراوند. لما اشوف العلم ده في اللحام ده معناه ايه، ده معناه اللي هو فيلد ويلد، بلحم في الموقع زي ما شفنا. طبعا ده نفس الكلام تاني بس موضح، طبعا ان شاء الله البي دي اف بتاع الداتا شو او الباوربوينت ده هيكون معاك، فالحاجات دي هتقعد ايه تذاكرها بالراحه وايه ونشوفها بيه بالتفصيل، تشوفها كده بالتفصيل. ده نفس الحكايه من احد المراجع، ده لما ابص كده الاقي السهم مثلث مقلوب ده لحام من ناحيه واحده، من ناحيه النير من ناحية السهم اللي أنا مشاور عليه، لما أشوف المثلث فوق يبقى ده الناحية التانية الفار سايد، مثلثين يبقى أنا بلحم من الناحية القريبة من السهم اللي أنا مشاور عليه والناحية التانية، أشوف علم زي ده كده يبقى ده إيه ده في الفيلد، ده كده ستاجرد، ده كده أول أراوند. ولو أنا عامل حاجة على اللحام بعمل مثلث ده بدي المواصفة بتاعتي أو اللحام. طبعا لو أنا عندي بات ويلد بعمل تشيك عليه ازاي او ايه الاجهادات المسموح بيها. طبعا انا بعمل لما بعمل فول بنتريشن بات ويلد او جروف ويلد بيبقى كان عندي ايه، كان عندي بقى جسم واحد، فلو انا لحم كويس وانا عندي اجهادات ضغط بقارن باجهادات الضغط المسموح بها في البيز ميتر شد، لو انا لحم كويس اللحام جود ويلد بس مش اكسلنت بقارن بسبعة من عشرة في الاجهادات المسموحة بقى في الشد الشير، وقارن باجهاد الشير المسموح بيه. طب لو انا عامل تشيك على الويلد بتاعي وعامل له اختبارات في الضغط بنقارن بواحد واحد من عشرة في الاف سي، في الشد بقارن بالاف برميسبل تنشن، في الشير بقارن بواحد واحد من عشرة في الكيو الاوبل او البرميسبل تنشن بتاعي. طبعا زي ما قلنا النقطة دي قبل كده، ممكن نخلي السلايد ده تتنقل قبل كده شوية. قلنا ايه؟ قلنا في اللحام الزاوي في فاكتور عندي باخده فين؟ باخده في الاس، بضربه في الاس، ايه الجزء اللي شغال معايا؟ قلت لك قبل كده على حسب الزاوية، لو من 60 ل 90 الزاوية بتاعتي باخد الكيدات بسبعة من عشرة، حسب الزاوية بقى بنشوف ايه الفاكتور بتاعنا
يعني ما بستخدمش الاس في حاله. امال باخد قد ايه؟ باخد الثيكنس بتاع اللحام باخده كيف اس. الكداد بكام بقى؟ على حسب الزاويه اللي عندي اللي بين تو بليتس اللي انا يا جماعه اللي انا بلحمه. دي كده اهي زي ما شفنا ديت ايه، دي ده الثروت بتاعي او الزور بتاعي اللي انا بشتغل عليه اللي هو كام؟ 7/10 اس. ماشي. طبعا لازم نخلي بالنا من معلومه مهمه جدا، ايه هي؟ هنشوفها بعد كده، ان طول اللحام، طول اللحام الفعال بيبقى الطول كله ناقص الاس، او بمعنى ان انا بعد ما اطلع طول اللحام لازم اجمع عليه 2 الاس، لازم ازود على طول اللحام اس يمين ويا جماعه واس شمال، وهنشوف الموضوع ده بعد كده بالظبط. طب تخنت اللحام يا ترى افرضها بكام؟ ماشي. قال لك اقل تخانه للحام في المباني المفروض ما تقلش عن 4 مللي، ده في الكود. طبعا ساعات ممكن تقل بالشوط تانية وبره، ممكن هنشوف بعد كده ساعات ممكن توصل ل2 مللي مثلا في البوكس سيكشن او سلندر سيكشن، او مللي ونص في الترصات. طبعا للكباري اقل حاجه مسموح بها كام؟ 6 مللي. طيب ازاي افرض اللحام بقى؟ يبقى قلنا اقل حاجه كام؟ ال4. ده اول حاجه، اول شرط عندي. طب لو انا بربط تو بليتس مع بعض، بليت تخانته T2 وبليت تاني اتخن منه بكتير اسمه T1. طب لازم اتاكد من ايه بقى؟ قال لك اتاكد ان تخانه اللحام ما تقلش عن 4 مللي لو تخانه البليت ما تقلش T1، بليت التخين اللي فيهم كان اقل من 10 مللي، يبقى المفروض تخانه اللحام ما تقلش عن كام؟ 4 مللي. ليه؟ عشان اللحام يشتغل، عشان يبقى افكتيف. ما معنى ان البليت تخين او تخانته بشكل معين او بتخانه معينه لازم اعرف ايه؟ لازم اكيد في فرصه عاليه، يبقى اكيد اللحام بتاعه ايه؟ كبير. طيب لو البليت بدا يزيد شويه بقى، اصبح تخانته من كام لكام؟ التي واحد اللي هو البليت التخين اصبح تخانته من 10 ل 20، نعمل ايه؟ قال لك ما تخليش التخانه بتاعت اللحام تقل عن كام؟ عن 5 مللي. طب افرض التخانه بتاعت تي واحد بدات تزيد، بقت من 20 ل 30، قال لك تخانه اللحام ما تقلش عن، تكون اكبر من 6 مللي. طب لو تي واحد اللي هو البليت التخين في الوصله كان من 30 ل 50، قال لك تخانه اللحام ما تقلش عن كام؟ عن 8 مللي. طب لو بدا بقى يزيد من 50 ل 100، قال لك تخانه اللحام ما تقلش عن 10 مللي. يبقى ده اول شرط عندي وانا بختار اللحام، شوف التو بليتس الكونكتد مع بعض، اختار التي واحد اللي هي الاكبر الكبيره الاكبر من تي 2، واشوف بقى هو تخانه التي واحد ده بكام، وعلى اساسها من الكود المصري ابتدي احدد التخانه. طيب اذا المفروض اللحام ما يقلش عن الارقام دي لو تخانه التي واحد في الرنجات دي، طب المفروض تخانه اللحام بقى ما تزيدش عن كام؟ الليمت بتاعها اللي فوق سقفها اللي فوق. قال لك قال لك الاس المفروض باي حال من الاحوال ما تزيدش عن المينيمم سيكنس، او ناخدها 8/10 من المينيمم سيكنس، يعني التي 2 ديت لو كانت 6 مللي هل ينفع ناخد تخانه اللحام ب 7 مللي؟ لا، هيعمل لي بنتريشن للجسم بتاعي ده، احنا عارفين ان اللحام بينزل ماده مصهره. ماشي. ونأمن نفسنا ناخد كام؟ 8/10 مللي. يبقى خلي بالك في جميع الاحوال اللي عندي المفروض الاس اللي عندي ما تزيدش عن المينيمم سيكنس اوف الكونكتد بارتس اللي هو التي 2. يبقى الليمتس بتاعت التي 1، التي 1 حددت لي الليمت اللي ايه؟ اللي المفروض ما اقلش عنه. طب والتي 2 اللي هو التخانه القليله حددت لي الليمت اللي المفروض ما ازيدش عنه. يبقى اللحام باي حال من الاحوال المفروض ما يزيدش عن ايه يا جماعه؟ عن تخانه البليت الصغير اللي هو التي 2. طب واللحام المفروض ما يقلش عن كام؟ عن 4 مللي لو تخانه البليت 10 مللي، او 5 مللي لو تخانه البليت كام؟ من 10 ل 20، او 6 لو تخانه البليت من 20 ل 30، او 8 لو تخانه البليت من 20 ل 50، او 10 لو تخانه البليت من كام يا جماعه؟ من 50 ل 100. ماشي. يبقى كده عرفنا نفرض السايز اوف ويلد. جت بعض الاشتراطات كده عايزك نبقى نبص عليها كده بسرعه عندنا في الكود الامريكي. نبتدي بس نركز كده عشان ما اطولش عليكم. طب اللينس بقى بتاع اللحام، احنا كده فرضنا السايز، عايزين نفرض اللينس او ايه اشتراطات اللينس اللي عندنا. اول حاجه قال لك ان انت الطول بعد ما تطلعه اللي هو يقدر يشيل الفورس اتاكد ان هو اكبر من 50 مللي او اكبر من 4 الاس. طب لو طلع اقل من كده بناخده 50 مللي او 4 الاس، ايهما اكبر؟ ماشي. طب الطول، طول اللحام ما يقلش عن كذا، طب ما يزيدش عن كام؟ ما يزيدش عن 70 الاس. خلي بالك مش ما يزيدش عن 70 الاس، لو زاد عن 70 الاس يعني بقى اللحام طوله كبير، ايه اللي هيحصل؟ توزيع الاجهادات على اللحام هتبقى مش منتظمه، هتبقى عاليه قوي في البدايه وفي النهايه. فبنعمل حاجه اسمها ريدكشن فاكتور،
اللي احنا خدناها قبل كده فين؟ في البولت، لو عدد المسامير زاد عن كام؟ عن 6 مسامير في الوصله. يبقى ده البيتا ديت زي مين؟ زي البيتا اللي احنا شرحناها قبل كده فين؟ في في البولتس، لو عددها ايه زاد في الصف الواحد عن كام؟ عن 6. ماشي. طيب الاريا بتاعت اللحام الافكتيف اريا زي ما قلنا ده الاس، ودي الناحيه دي يا جماعه الاس، وقلنا ايه اللي شغال معانا؟ ايه الثرود او الزور بتاع اللحام اللي هو كام؟ 7/10 الاس. يبقى طول اللحام ال، في التي اللي هي كام؟ كي في اس. يبقى الاريا افكتيف عباره عن الايه؟ يبقى تساوي كام؟ ال افكتيف في التي، حيث ان التي قلنا بتساوي كام؟ كي في اس. يبقى مساحه اللحام، عشان لا ما عاوز مساحه اللحام ليه؟ عشان لما نيجي نشوف مع بعض كده المسائل بعد كده اطلع ايه الاجهاد اللي جاي على اللحام، اقول فورس على اريا. اني اريا؟ ال في الايه؟ في ال في العرض، او اللي هو كام؟ التي، تخانه اللحام. تخانه اللحام على طول مش هناخدها باس، امال هناخدها بكام؟ زي ما قلنا الكي اللي احنا شفناها قبل كده في الجدول مضروبه فين؟ في الاس. طبعا دايما في الغالب عندنا الزاويه من 60 ل 90، ففي الغالب دايما الكي بتاعتي بكام؟ 7/10. خلي بالك من حاجه كمان، بعد ما تطلع طول اللحام اللي يقدر يشيل الفورس اللي هو ال افكتيف، ما تلحمش بالطول ده، امال الحم ايه؟ الحم بالطول ده زائد 2 اس، زود سايز اوف ويلد يمين وسايز اوف ويلد شمال. ليه؟ طيب انا جيت اللحمت اهو يا جماعه، ده طول اللحام، مش اللحام ده هو مصبوب بالبسائل؟ طيب نتيجه التوتر السطح عندي والسائل اللي عندي ده بيحصل ايه؟ بيحصل عندي نتيجه الكولينج، نتيجه عمليه التبريد، ان السطح من الناحيه دي يا بيتحدب يا بيتقعر. طب لو انا لحمت بالطول الحقيقي بتاع اللحام ايه اللي هيحصل؟ في جزء هيتاخد منه، الجزء ده مش هيبقى شغال كامل. طب والجزء ده كمان، طب نعمل ايه بقى لما نيجي نلحم؟ لما اجي الحم الطول ده كده ال افكت من هنا، واروح مزود اس يمين واس شمال. ليه؟ عشان لما الاس اليمين والاس الشمال دول يحصل فيهم مشكله تحدب او تقعر نتيجه عمليه الكولينج التبريد، يبقى اللي باقي لي هو مين؟ ال افكتيف اللي انا ايه يا جماعه؟ اللي انا عايزها. ماشي. يبقى ما ننساش طول اللحام اللي انا هديه للراجل اللي يلحم بيه، وطول اللحام اللي طالع من المعادله بتاعتي او من الحسابات، بس مزود عليه ايه؟ نزود عليه 2 سلايز اوف ويلد، اس يمين واس شمال. طبعا من ضمن طرق اللحام اللي عندنا اللي هو اللحام المتقطع، سواء بالشكل ده اللي هو السلسله الشيند او الستاجرد. ليه بقى؟ ساعات لو انا عندي مثلا اي بي ويب اهو، فلانجه فوق وفلانجه تحت، ساعات بيبقى الفورس اللي عندي اللي بتتنقل او الشير الفلو بين الفلانجه اللي فوق والويب مش كبيره قوي، ومفيش داعي ان انا اعمل لحام ايه مستمر من الاول للاخر. اذا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل اللحام المتقطع اللي قدامك ده. طب ايه الشروط بتاعته؟ ايه الشروط بتاعته اللي هي من ضمن الشروط عندي او اهم الشروط عندي؟ اللي انا اول حاجه الحته اللي انا هلحمها ديت اللي هي الافكتيف، ما انساش ازود عليها اس يمين واس شمال. الافكتيف دي بقى هي اللي شايله الفورس. طيب المسافه اللي بينهم دي الفاضيه ديت قال لك ايه؟ قال لك ال L1 او ال L2 في النوع الستاجرد او في النوع السلسله اللي هو الشيند ده، قال لك ايه؟ المفروض ما تقلش عن كام؟ ما تزيدش عن كام المسافه ديت؟ ما تزيدش عن 12 مره، 12 times the thickness of the thinner part. يعني اشوف بقى الويب ولا الفلانجه تخانتهم اقل واضربهم في 12 التخانه ديت، المفروض ال L ديت ما تزيدش عن 12 مره، او دي في الكومبريشن، او 16 مره فين؟ في الثينر بارت في حاله التنشن، لو في تنشن فورس. خلاص. وفي جميع الاحوال قال لك ايه بقى في الكود؟ بات شال ان نو كيس اكسيد 20 سنتيمترز از شون ان فيجر. وجميع الاحوال المفروض المسافه ديت ما تزيدش عن كام؟ 20 سنتي. يبقى انا بقارن بال 12 تايمز او 16 16 تايمز وايه وال 20 سنتي، واختار المسافه اللي اقل بينهم هي ديت ال L1، المسافه اللي انا بسيبها فاضيه. ماشي. طيب بعد بقى ما عرفنا نحسب ال L-effective ونفهم الحاجات دي كلها، وانا في النهايه عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اتاكد ان اللحام بتاعي ده سيف ولا ان سيف، يقدر يشيل الاجهادات ولا لا. طبعا الموضوع ده هيوضح معانا قوي بالامثله اللي ان شاء الله هنشوفها فين؟ في الفيديو اللي بعد ده، او البارت 2 من الويلدنج. بس مبدئيا كده عشان اتاكد ان الاجهاد ان اللحام سيف، لازم اعمل ايه؟ اجيب الاجهاد الحقيقي زي ما شفنا قبل كده في اي حاجه، في التنشن، في الكومبريشن، في البولت، في اي حاجه، اجيب اجهاد حقيقي واجيب اجهاد مسموح، ومفروض الاجهاد الحقيقي ما يزيدش عن الاجهاد المسموح به. طب انا ايه ممكن الستريننج اكشن اللي تبقى موجوده عندي؟ ممكن يكون عندي نورمال فورس اقسمها على اريه اللحام، ممكن يكون عندي مومنت.
طب الاجهاد اللي بيجي من المومنت ازاي؟ لو مومنت حوالين محور اكس يبقى ام اكس في الواي على الاي اكس. طب لو عندي مومنت حوالين محور واي يبقى ام واي في الاكس على الاي واي، ده الاجهاد نورمال فورس. طب لو عندي شير بقسم الشير على الاريا، الشير ده ممكن يكون شير عالي او جاي من التورشن، هنشوف برضو مثال مع بعض ان شاء الله، ممكن يكون كيو في اتجاه اكس او كيو في اتجاه واي. في النهاية لو انا عندي شير اكس واكس شير واي، الريزلتنت بتاعهم هيساوي كام؟ جذر كيو اكس تربيع زائد كيو واي تربيع. نفس الحكاية لو انا عندي اجهادات شير واجهادات مومنت اجمعهم ازاي مع بعض، بجيب حاجة اسمها الايكويفالنت ستريس، لا بتساوي كام؟ سيجما تربيع زائد 3 في الكيو تربيع. اي حاجة من الاجهادات دي بقى، يعني اجهاد ده لوحده او ده لوحده او اي اجهاد من دول، المفروض ما يزيدش عن كام؟ ما يزيدش عن اجهاد اللحام المسموح بيه اللي هو كام؟ 2 من 10 الاف التيمت. يبقى اي اجهاد لحام مسموح بيه، هنشوف الموضوع ده واضح جدا معانا فين في الامثله، يبقى اجهاد اللحام المسموح بيه بكام يا جماعه؟ بكام؟ 2 من 10 الاف التيمت، 2 من 10 الاف التيمت. يبقى تاني كده مع بعض، الاجهاد بتاعي اللي مسموح بيه في اللحام كام؟ 2 مش مكتوبة هنا مع بعض، ممكن نبقى نزودها 2 من 10 ايه في ايه الاف التيميت. الاف التيميت لمين؟ للبيز ميتال. للمين؟ للبيز ميتال. ايه البيز ميتال ده؟ يعني الاف التيميت للحام ولا الاف التيميت للستيل اللي انا بلحمه؟ دايما مادة اللحام الاجهاد بتاعها اعلى من مادة الستيل، يبقى احنا خايفين على مين؟ هما حاجتين ملزوقين في بعض وهيفكوا من بعض، يبقى بنخاف دايما على مين؟ على الاجهاد بتاع الستيل اللي بتلحم. يبقى دايما الاجهاد المسموح بيه او الاف permissible welding بكام يا جماعه؟ 2 من 10 الاف التيميت. بكام؟ 2 من 10 مين؟ الاف التيميت. تاني طيب قال لك بقى في حاله الاف equivalent، الكود بيقول لي زود الاجهاد المسموح بيه ده اللي هو الاف بي welding بكام؟ بمقدار 10%. يبقى لو الاجهاد ده لوحده بقارنه بكام؟ ب 2 من 10 الاف التيميت. طب لو ده لوحده بقارنه ب 2 من 10 الاف التيميت للستيل، طبعا ستيل 37 الفالتمت بكام؟ 3.6 من 10 طن على سنتيمتر المسطح. طب ستيل 44، 4.4 من 10 طن على سنتيمتر السكوير. طب 52، 5.2 من 10. يبقى بضرب الاجهاد بتاع الاف التمت في كام؟ في 2 من 10 واقارنه بكام؟ ده الاجهاد المسموح بيه. طب ايه فين الاجهاد الحقيقي؟ اهو سيجما او الكيو اكس او الكيو واي. طيب لو انا عندي بقى اف ايكويفالنت اجهاد بقى شد مع اجهاد مومنت مع اجهاد شير، قال لك في الحاله ديت الكود بيقول لي زود الاجهادات المسموح بها بمقدار كام؟ 10%. يعني ايه 10%؟ يعني اضرب الترم ده اللي هو 2 من 10 الاف التيمت في كام يا جماعه؟ في 1.1 من 10. طبعا ديت الترمات اللي احنا قلناها قبل كده. ان شاء الله ده اللي هنبتديه في السيشن اللي بعد كده اللي هي امثله، هناخد مع بعض 5 أو 6 امثله بالاضافه للكويز ان شاء الله، بحيث ان احنا نتدرب على الموضوع ده ايه ان شاء الله كويس. نبتدي نبص كده، نراجع ونحاول نفهم، ولو في اسئله ان شاء الله نبتدي نبعتها للمعيدين او ليا، هنديكم وسيله للتواصل ان شاء الله، واشوفكم على خير في الفيديو القادم.